السلام عليكم. كشفت مصادر جد مطلعة على وسائل إعلام محلية أن الممثلة والمؤثرة نوميديا لازولي اختفت عن الأنظار ولم يعرف سبب اختفائها حتى الآن، ولم تحضر المؤثرة نوميديا لازولي جلسة تحقيق في قضية الشركة الوهمية والتي نصبت على الطلبة الجامعيين. وحسب ذات المصادر تم توجيه استدعاء لخمس مؤثرين للتحقيق في هذه القضية، استجابت فيها نوميديا لثلاث استدعاءات وجهت إليها ثم اختفت عن الأنظار. وتشرف مصالح الشرطة المكلفة بالجريمة المنظمة على التحقيق في هذه القضية والتي راح ضحيتها 75 طالب جزائري، وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني إلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين في هذه القضية، وعددهم ثلاث أشخاص بشبهة النصب والاحتيال.